من المفترض ان احنا في فصل الخريف، لكن اعتقد ان احنا بدانا نحس بالفعل باجواء الشتاء، بدانا نحس بتغيير الجو وتقلباته، لانه احنا طبعا كلنا مبدئيا كده لازم ناخد بالنا من فكره اللبس. طبعا احنا بننصح الناس وبنحاول قدر الامكان، لكن جالنا برد زي بقيه الناس يا دينا الحمد لله يعني. مفيش هروب يعني، لكن نخلي بالنا قدر الامكان من اللبس، نحاول نتقل شويه، ربنا يحفظكم جميعا. وكمان النهارده بدانا تطبيق نظام التوقيت الشتوي، عشان كده لازم ناخد بالنا من موعدنا اللي هيكون بدري ساعه عن المواعيد اللي كنا متعودين عليها. صحيح، كنت خايفه جدا امبارح بالليل قبل ما انام الساعه ما تظبطش، واحنا عندنا شغل الفجر النهارده، بس الحمد لله احنا استنيت لحد الساعه 12 لحد عدت 12 لقيت الموبايل رجعها تاني 11، اطمنت ورحت داخل نام. عندك حق فعلا، هو بالظبط زي ما شاذلي بيقول كده، الشتاء بدا، فبشكلها كده كمان ان هو شتاء شديد السنه دي. كل سنه وحضراتكم طيبين. طبعا اول حاجه كمان هنحس بيها في التوقيت الشتوي هي مواعيد الصلاه، واللي كمان باقي المواعيد هتبقى بدري بساعه، يعني خلي بالنا كمان النهارده ان صلاه الجمعه هتكون بدري شويه، هتبقى تقريبا 12 الا تلت او حاجه زي كده، فخلي بالكم عشان ما تفوتش عليكم اي حاجه مهمه زي صلاه الجمعه النهارده. طبعا كمان النهارده في اليوم العالمي للنباتيين، العالم بيحتفل بهذا اليوم، يوم مهم بيكون 1 نوفمبر من كل عام. الناس اختاروا النظام النباتي كطريقة حياة ليهم عشان يشوفوا في اليوم ده فرصة للفت النظر لأهمية هذا النظام، سواء لصحتهم أو للبيئة. عشان كده النهاردة مش مجرد احتفال، أو اليوم ده مش مجرد احتفال، لكن كمان فرصة لتعريف الناس بالفوائد اللي ممكن يجنوها من هذا النظام اللي هو النظام النباتي. دي عمرك جربته؟ لا طبعا أنا ما أقدرش، ولا هجربه. أنا ما أقدرش، أنا يعني لا ما أقدرش أعيش أكون نباتية، لا أنا بحب البروتين بتاعنا اللي هو اللحوم والفراخ والبط والحمام. صعب، ما أقدرش أكون شخص الالتزام نباتي. طبعا الموضوع صعب جدا، لأنه صعب. في حاجات بتتداخل كده، فبيبقى صعب فصلها عن بعض بصراحة. هو فعلا يعني مع إن كتير من الدراسات بتقول إنه بيساعد على الحفاظ على الصحة، وزي تحسين صحة القلب وتقليل الإصابة بالأمراض المزمنة، غير كمان اللي هو له دور كمان مهم في الحفاظ على البيئة. في كمان نقطة تانية، وهي أن النظام النباتي ده بيساهم في تقليل مستوى الكوليسترول في الدم. دراسات كمان بتقول أن الناس اللي بيأكلوا أكل نباتي بيكون عندهم كوليسترول أقل، وده بيقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية. لكن طبعا لازم نتأكد أننا بناخد العناصر الغذائية المهمة في أكلنا بشكل عام، زي البروتين والكالسيوم والحديد، من مصادر نباتية مناسبة علشان نضمن صحة متكاملة. نقطة مهمة جدا اللي اتكلمت فيها دي يا دينا، عشان في ناس ممكن تسيب نفسها موضوع بقى نباتيين، فبناكل بس الخضروات من غير ما نراعي العناصر الغذائية، فجسمنا يبقى محتاج عناصر غذائية فتؤثر على وظائف، طبعا هتأثر على وظائف تانية في الجسم. الكلام ده طبعا مهم جدا لازم ناخد بالنا منه. وفي تساؤلات كتيرة، هل النظام النباتي يقدر يمد الجسم بكل العناصر الغذائية اللي هو محتاجها؟ في ناس بتقول انه ممكن يسيب نقص في الفيتامينات والمعادن لو ما كانش متوازن بشكل مظبوط. عشان كده النباتيين اللي بيطبقوا هذا النظام لازم يكونوا واعيين، لازم يكونوا فاهمين كويس، لازم يكونوا حريصين ان هم يختاروا الأطعمة اللي تعوض النواقص دي. ودي حاجة لازم نحب نتكلم فيها دايما مع حضراتكم عشان نفهم اكتر عن هذا النظام وكل اللي فيه الفوائد والتحديات. واعتقد ان الكلام ده يعني اللي بيختار حاجه زي دي لازم في البدايه يتابع مع دكتور. لازم في البدايه يعني يتابع مع دكتور عشان يبقى ماشي على النظام صح، عارف عيوبها ومميزاتها ايه اللي هيقدر يقوم بيها. كمان النقطه اللي بتهم ناس كتير في الموضوع ده، ان التحول للنظام النباتي ده بيساعد بشكل كبير على خساره الوزن، وده لانه معتمد بشكل اكبر على الخضار والفواكه والبقوليات اللي بتدي احساس بالشبع ومليانه الياف. في نفس الوقت سعراتها الحراريه بتكون اقل من الاكلات اللي فيها لحوم ومنتجات حيوانيه. انا لو قالوا لي اعملي دايت نباتي بس مش هوافق يعني. صعب. صعب بالنسبه لي جدا. هو الالتزام اصلا بتاع الدايت صعب جدا على فكره، يعني اللي بياخد قرار ان هو يعمل دايت ده الراجل ده بطل، اراده قويه طبعًا. شديده جدا طبعا. بالظبط، وده يعمل ده ويبقى نظام نباتي كمان، فكل التحيه ليهم. صحيح. ربنا معاهم طبعا. في ناس بتحب ده، يعني في ناس فعلا مقتنعه بان النظام النباتي هو الصحي اكتر، وهم حابين اكتر النوعيات الاكل دي او الاصناف من الانظمه الغذائيه. تفاصيل اكتر طبعا الموضوع هيكون خلال حلقتنا النهارده، هنتكلم مع حضراتكم عنه بالتفصيل، لكن خلونا الاول نصبح عليكم مره ثانيه، وصباح الخير يا مصر.